بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش طبعا قبل ما نقول أي حاجة تفعلوا زر الجرس وتعملوا اشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل ما هو جديد وجديد من منتجاتنا الجميلة الرائعة في عالم الأناقة والجمال. النهاردة بنقدم لكم منتج جميل جدا ورائع، ويا ريت تتابعوني لآخر الفيديو عشان أعمل لكم حاجة جميلة جدا جدا. طبعا جايب لكم النهارده طباعه الاظافر كندو للسيدات، طباعه جميله جدا لكل اللي بتهتم بمظهر جمالها. جبت لها طباعه الاظافر اللي هتساعدها على رسم الاظافر بالطريقه وبالشكل اللي هي عايزاه. طبعا دي طباعه الاظافر كند، تمام؟ زي ما انتم شايفين شكل الكرتونه من الخارج بتكون بالشكل ده، تمام؟ تعالوا نشوف مكونات الطباعه من الداخل شكلها عامل ازاي وازاي هنقدر نستخدمها. طبعا دي مكوناتها زي ما انتم شايفين، بيجي معاها الختامات بالشكل ده، تمام. بيجي معاها المناديل اللي هي الصغيره دي، بيجي معاها الرسومات والاشكال اللي انتم عايزينها، يعني بيجي معاها كذا اسطوانه فيها اشكال مختلفه بالشكل ده، تمام. بيجي معاها اربع اسطوانات زي ما انتم شايفين اشكال مختلفه، تمام، ورسومات. طباعة جميلة جدا ورائعة للي هما بيهتموا بجمالهم وأناقتهم، تمام، هيقدروا يستخدموها بكل سهولة. طبعا بيجي معاها اسطوانة التعريف اللي هي الصغيرة دي عشان فيها شرح ازاي تقدروا تستخدموها بكل سهولة، تمام. دي طباعة الأظافر كين، طباعة جميلة جدا ورائعة واستخدامها سهل. طبعا أكيد البنات كلها عارفة استخدامها ازاي، تمام، وسعرها هايل جدا جدا. ولو حابين تستفسروا عنها عن اي شيء بتسيبولنا تعليق اسفل الفيديو واحنا بنرد على حضراتكم. وبيوجد شحن لدينا لجميع المحافظات داخل وخارج مصر، تمام. وطبعا المفاجأة، طبعا الطباعة دي على خصم 10% لكل اللي هيطلبها، تمام. وما تنسوش طبعا تدعمونا للقناة بلايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل ما هو جديد وجديد من منتجاتنا الجميلة الرائعة في عالم الأناقة والجمال. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.